لا معالجات حكومية سريعة تحفظ أرواح المواطنين، فطريق الموت ترى على جانبه سيارات مدمرة وأخرى انقلبت نتيجة الحوادث المرورية التي تحصد يوميا أرواحا ذنبها الوحيد وإنها تسلك طريق العظيم باتجاه شمال العراق. طريق محفر وصار كبر مال التريلات، فالسيارات الصغار حقها ما يقدرون يمشون بذاك الطريق لان تطخن. فحاولنا ننزل بهذا السايد، مو انا اللي انا ما انزل بسايدي، ذيك السياره حاولت تنزل بهذا السايد. اكو حفره قدر يكسر علي، ضربني بالشامل الامامي شمرني اللي جاي، بعد فقدت السيطره من عندها. والطريق كله محفر ونقر. شوارع هذه مالتنا لعبان نفس، يوميه حوادث، اطفال تدعم، حلال عندنا جاي يدعم، سيارات يوميه تنقلب. شارع صاير عبارة عن مشاريع مال مي، مشاريع مجاري صايرة، يعني طسات ماي الراد، يعني حالة يرثى له. صار من ذاك الوقت لهالوقت يعني 4 سنين 5 سنين، إذا على 5-5 مو هم يبرطون شارع، لا يسوي جسر معلق من بعقوب الكركوك، الفلوس اللي أخذوها يعني صار هواية، يعني هن حفر ونقر، والشارع السايد ذاك الثاني ما يشتغل سادي صار لهم سنين. من جانبها أعلنت الإدارة المحلية لناحية العظيم بأنه تم إكمال نسبة كبيرة من المرحلة الأولى لهذا الطريق من قبل البنك الدولي، وننتظر إتمام المرحلة الثانية، لأن الطريق يحصد يوميا أرواحا وسيارات بسبب تهالك الطريق وكثرة التخسفات والمطبات. تم حالة 25 كيلو يبدأها المقطع من ناحية العظيم إلى سيطرة الناي بعودة إحدى الشركات من ومول من قبل البنك الدولي، وهناك معلومة أنه تم حالة المقطع الثاني اللي هو من سلطة الناي باتجاه خاص إلى شركة أخرى هذه الأيام. هذا طريق الموت، معنى طريق الموت، كل من يقول لك أكو غير طريق غير الموت لا يكذب. اليوم طريق العظيم، العظيم بغداد كركوك هو طريق رئيسي حيوي يربط الشمال بالجنوب، استراتيجي، هذا الطريق الوحيد، ولكن للأسف الشديد من تمشي به يعني تستحي من نفسك بصراحة، تقول أنا مو بالعراق. عندما تتوجه إلى شمال العراقي بهذا الطريق عليك بتوديع أحبائك، لأنك قد لا تعود وأنت ذاهبا بطريق الموت الذي يربط العاصمة بالشمالي العراقي في ناحية العظيمي، لكثرة الحوادث اليومية وحصدها الأرواح والسيارات بكميات كبيرة بسبب الإهمال الحكومي. من ناحية العظيم حسن الشمري، التغيير الفضائي.